بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا شرح برنامج فوتو انسترومنت. وظيفة البرنامج إن هو بيعمل تعديل على الصور. ممكن لو في صورة عندك فيها حبوب عايز تشيل الحبوب دي مثلا من الوجه، أو مثلا صورة فيها حد تخين شوية عايز ترفعه، أو مثلا صورة تانية أبيض وأسود عايز تلونها، أو مثلا عايز تعمل لها بلور أو عايز تعمل لها شاربن. طبعا هو في بعض وظائف الفوتوشوب، لكن طبعا مش هيغنيك عن برنامج الفوتوشوب. طبعا رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو على مدونة دروس التقنية. بعد ما هتحمل البرنامج هيكون عندك ايقونة تثبيت البرنامج وملف تكست لو فتحته هتلاقي جواه البيانات التفعيل بتاعة البرنامج. هتسطب البرنامج عادي جدا عندك على الجهاز. بعد ما هتسطبه هيديلك ايقونة على الديسكتوب، تيجي تفتح البرنامج. طبعا اول مره هيفتح معاك هيكون كده بالمنظر ده. هيكون هنا عندك مكتوب كلمه باي ناو باللون الاحمر، هتضغط عليها وتختار منها ريجستريشن وتدخل بيانات التفعيل المرفقه مع البرنامج. هشتغل على البرنامج وهو كبير زي ما احنا شايفين. دي الواجهه بتاعه البرنامج الرئيسيه. عندنا هنا بعض الادوات عشان ادخل صوره داخل البرنامج. يا اما باخد الصوره بحذفها داخل البرنامج او من فايل وبختار اوبن، وبعدين هروح افتح الصوره اللي انا هشتغل عليها. لو انا عايز اكبر الصوره شويه بضغط هنا على زوم ان بيبدا يكبر لي الصوره. لو انا عايز اصغرها بدوس على زوم اوت بيبدا يصغرها لي. تمام. هنا بعض الادوات. عندنا هنا الاداه الاولى اللي هي بلور. دي لو جينا نستخدمها ضغطنا عليها مره واحده هلاحظ ان انا اقدر اتحكم في شكل الفرشه بتاعتها من خلال المؤشر دوت اللي هو مكتوب عليه كلمه سايز. لو جيت بدات اشتغل على الصوره زي ما احنا شايفين بدا يعمل لي بلور او تنعيم على الجزء اللي انا واقف عليه. الأداة دي هتفيدك في لو أنت مثلا متصور صورة وعاوز تعمل تنعيم للخلفية اللي موجودة وراك، بتستخدم الأداة دي من خلال السهم الأخضر دوت. أندو لو ضغطت عليه بيبدأ يرجعك للوضع الطبيعي بتاع الصورة وبيحذف لك التعديلات اللي أنت عملتها داخل الصورة. الأداة التانية معانا اللي هي شاربن اللي هي المثلث الأخضر ده. لو جيت استخدمتها وبعدين جيت بدأت أمسح على الصورة كده أهو، تمام، هيبدأ يخلي الصورة واضحة أكتر من الأول. طبعا أنت جايز ما تلاحظش الفرق أثناء الشرح، لكن لما تجرب بنفسك على البرنامج وعلى الصورة دي هتلاحظ الفرق كبير جدا قبل وبعد. أنا كده خلصت عملت شارمن للصورة أو عملت حدية للألوان. لو جيت هنا دوست على كلمة أوريجينال علقت إيدي عليها هلاحظ إن كده الصورة قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد. تمام. عايز أعمل أندو بدوس هنا أهو. الأداة التالتة معانا اللي هي البراش. الفرشة ديت هتنفع الصور البنات أكتر، لان هي هتتيح لك ان انت تعمل مكياج للصوره. يعني مثلا صوره زي دي ما فيهاش مكياج، لو انت عاوز تلونها مثلا او عايز تحط لها مكياج بتختار اللون بتاعك من هنا. وليكن مثلا انا هختار اللون ده، تمام، وبعدين ببدا اضغط ضغطه هنا كده اصغر شويه عشان الناحيه التانيه، وابدا اضغط هنا برضو كده بالمنظر ده. تمام. انا كده يعني الى حد ما حطيت مكياج للصوره. طبعا البنات هما اللي هيعرفوا يستخدموا الاداه دي بشكل افضل من الولاد. هعمل هنا اندو. تمام. طبعا لو جيت ضغطت على اللون مره واحده هيبدا يفتح لي مربع يقول لي اختار اللون اللي انت عايزه. لو مثلا في لون انت عايز تعمله وهو مش موجود من خلال الالوان دي تبدا تتحكم من خلال ان انت تتحرك داخل المربع ده. بعدين بعد ما بتخلص بتدوس على اوكي بيبدا ينزل لك اللون اللي انت اخترته. تمام. بعد كده معانا الاداه الرابعه اللي هي الشكل الاصفر ده. لو جيت ضغطت عليها وجيت كبرتها شويه وجيت استخدمت على الصوره، دي وظيفتها ان هي بتاخد جزء سليم من الصورة وتحطه على جزء بايظ. افترض مثلا ان انا عايز اخفي الحباية اللي موجودة فوق ديت، اصغر شوية، هاجي اقف في مكان سليم واشده على مكان الحباية بالمنظر ده زي ما احنا شايفين الحباية اختفت معايا. تمام. طيب عشان الموضوع يوضح اكتر هفترض ان انا عايز اخفي العين مثلا، هقوم ساحب جزء من البشرة احطه على العين بالمنظر ده. تمام. وهكذا انت بتستخدم الاداه دي في ان انت بتاخد جزء سليم بتحطه على جزء بايظ من الصوره عشان تخفيه. معانا الاداه ديت، دي مهمه جدا، اللي هي اداه الصبع ديت. ديت بتحذف الحبوب اللي موجوده داخل الصوره. لو جيت استخدمتها وقفت عليها ضغطت عليها وجيت دوست مثلا على الحبايه دي وبدات امسح الاحظ ان هو عمل لي تنعيم على المكان اللي فيه الحبوب او خفاه لي تقريبا، يعني هو خفاه بشكل كبير جدا. طبعا في صور مش هتنفع معايا على الاداه ديت لان الاداه دي مش قويه قوي، لكن هتنفعك في الصور اللي فيها حبوب بشكل خفيف زي ما احنا شايفين. انا مثلا بشيل الحبوب اللي في كل الوجه اهو بحيث ان تبقى الصوره كلها صافيه او فيها درجه نقاء كبيره جدا. تمام. وفي نفس الوقت هو بيعمل تنعيم للبشره بحيث تبقى البشره شكلها نظيف ما فيهاش اي مشاكل. تمام. هعمل اندو عشان اشيل كل التعديلات اللي انا عملتها.
بعد كده الأداة ديت اللي هي الأخيرة اللي هي الكورتين الأبيض وأسود دي، لو جيت ضغطت عليها ده بيعمل تفتيح للبشرة زي ما احنا شايفين. هبدأ أفتح أجزاء من البشرة، هعمل أندو. تمام، الأداة دي مهمة جدا برضو، اللي هي اسمها ليكويفاي. دي وظيفتها إن هي بترفع الأشخاص اللي هم التخان شوية. لو جيت مثلا عملت فايل وهختار هعمل أوبن وهختار صورة فيها مثلا شخص هنا، طبعا الصورة دي جرافيتي مش لشخص حقيقي لكن أنا جبتها من الإنترنت عشان بس أعمل لك شرح عليها. هختار الأداة وبعدين هبدأ ألم الجسم كده أهو زي ما احنا شايفين، ألم الأجزاء اللي طالعة بره من الجسم أو أرفع الجسم شوية. طبعا الأداة دي هتنفع ناس كتير جدا لأن في ناس كتير بتحاول ترفع صورها قبل ما تحطها على الإنترنت عشان نفكر إن شكله وحش فبيستخدم الأداة ديت. تمام، طبعا الأداة دي شبه الفلتر اللي موجود داخل الفوتوشوب اللي هو اسمه ليكويفاي، وظيفته برضه إن هو بيضم الصورة كده أو بيصغر أجزاء معينة من الصورة. برضه هبدأ أصغر الرجل من تحت شوية، طبعا ما تصغرش بدرجة مبالغة فيها عشان ما يبانش إن الصورة ملعوب فيها أو متعدلة. تمام زي ما احنا شايفين. وبرضه لو انا عايز اصغر الدراع او الكتف او اي مكان في الجسم اقدر اصغر بدون اي مشاكل. لو عايز اشوف الصورة قبل التعديل بضغط على كلمة اوريجينال، كده قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد، اظن فرق كبير جدا. تمام، هفتح الصورة اللي كنت شغال عليها تاني في الاول اللي هي صورة البنت دي، وهعمل زوم. عندي الاداة ديت اللي هي نص دايرة حمراء ديت بتشيل الفلاش اللي موجود داخل العين زي ما احنا شايفين. لو انت مثلا اتصورت صورة والفلاش مضايقك في الصورة وعايز تشيله، بتختار الاداة دي وبتعمل زوم على العين وبتبدأ تضغط ضغطة واحدة على مكان الفلاش بيبدأ يشيلهولك. زي ما احنا شايفين الصورة رجعت للوضع الطبيعي بتاعها اللي هو من غير فلاش. الأداة ديت حقيقة أنا ما جربتهاش لكن دي بتستخدم في اللعب بالألوان برضه على الصورة، مش مهم قوي يعني هنسيبها دلوقتي. وبرضه ودي برضه مش مهم قوي، دي بتلون الصورة زي ما احنا شايفين. لو انت عندك مثلا صورة أبيض وأسود وعايز تلونها بتستخدم الأداة ديت خلاص. وطبعا هنا بتتحكم في الألوان بتاعتها أهو بدون أي مشاكل. هعمل اندو تاني. برضو الاداة دي بتستخدم في تلوين الصورة. تمام، اداة المقص دي بتستخدم في ان انت بتعمل كروب. لو جيت مثلا حددت جزء معين كده اهو، تمام، وجيت عملت كروب هيبدأ يحتفظ بالجزء اللي انا حددته ويحذف باقي الصورة. بعد كده الاداة ديت دي سكين كلينر، دي اقوى اداة في البرنامج تقريبا، هي دي واللي فوقيها دول اقوى اداتين في البرنامج. دي بقى وظيفتها ان هي بتشيل لك الحبوب اللي موجودة في الصورة بشكل كبير جدا أكنها مش موجودة تماما. لو جيت مثلا فتحت صورة هنا اهو فيها مثلا حبوب عشان يبقى واضحة معانا، صورة مثلا زي دي، وجيت اخترت الأداة دي وبدأت بدأت هكبر كده شوية من هنا وبدأت أمشي على الأماكن اللي فيها حبوب زي ما احنا شايفين بدأ يشيل الحبوب اهو بشكل كبير جدا جدا جدا. زي ما قلت لك طبعا دي اقوى من الاداه اللي احنا استخدمناها فوق خالص اللي هي شكل الصوبعه دي. احنا هنشتغل بقى على الاداه اللي هي سكين كلينر، دي اقوى اداه في ازاله الحبوب. تمام زي ما احنا شايفين، طبعا في اجزاء محتاج تصغر فيها الاداه شويه فانت بتصغر من هنا اهو عشان ما تشوهش الصوره او تبوظ الصوره. تمام زي ما احنا شايفين انا كده تقريبا حذفت كل الحبوب اللي في الصوره. لو جيت دوست على الاوريجينال كده الصورة قبل وكده الصورة بعد، كده قبل وكده بعد. طبعا دي اقوى اداة زي ما احنا شايفين مع بعض، بتشيل لك الحبوب من الصورة ويمكن هتوفر عليك ان انت تستخدم برنامج الفوتوشوب. الاداة ديت هفتح الصورة اللي انا كنت شغال عليها في الاول. عندي الاداة ديت اللي هي جلومر سكين، دي برضو بتخلي لك الصورة اكنها باهتة شوية او فيها درجة بهتان بحيث ان الصورة تكون واخدة تأثير جميل جدا زي ما احنا شايفين، او تبان ان الصورة قديمة في وقت معين مثلا. تمام اهو ده بعد التعديل. لو جيت دوست على اوريجينال كده قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد. تمام، طبعا في بعض الادوات مش مهمة، احنا بنركز بس على الحاجات المهمة اللي داخل البرنامج. الاداة ديت اللي هي على شكل لمبة او اسمها سيموليت جلو، لو ضغطت عليها وبعدين بدأت اسحب برضو بتعمل افكت معين على الصورة، بتديك لون معين للصورة. تمام، لون فاتح شوية او لون غامق زي ما احنا شايفين، او بتديلك بتخليلك الصورة فيها درجة لون احمر شوية على الصورة. تمام، بتبقى زي فلاتر كده قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد. تمام، طبعا دي كل دي حاجات مش مهمة بس ممكن طبعا في ناس تستخدمها. الاداة دي مهمة جدا برضو اللي هي removal of unwanted objects، ديت بيشيلك الاماكن اللي في الصورة اللي انت عاوز تشيلها او اشخاص معينين في الصورة انت عايز تحذفهم بحيث
ما يسيب لهمش اي اثر. تمام. طيب ازاي؟ هفترض ان انا عايز اشيل الحبايه اللي فوق هنا دي، هختار الجومه دي وبعدين هبدا احدد على مكانها كده واسيب هيبدا يحذفها لي كده اهو، واسيب هيبدا يحذفها لي. طب انا مثلا هجرب على مكان واضح شويه وليكن العين مثلا، هحدد على عين واسيب هيبدا يحذف لي العين زي ما احنا شايفين اهو. تمام. اذا الاداه دي بتشيل لك اي جزء من الصوره من غير ما تسيب له اي اثر، ودي اداه مهمه جدا برضو من الادوات المهمه داخل البرنامج. الاداه اللي جنبها اللي هي على شكل شاشه التلفزيون دي، انا الحقيقه يعني انا شايف ان هي برضو كويسه الى حد ما، بتعمل لك تنعيم للبشره بحيث ان البشره تبقى باينه ان هي نقيه جدا 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 بدرجه كبيره زي ما احنا شايفين، ما فيهاش اي شوائب خالص. تمام اهو بالمنظر ده كده، الصوره قبل وكده الصوره بعد، كده قبل وكده بعد، بتبان لك اكنها بالظبط زي صوره الاستوديو، وبرضو اعتقد ان هي هتفيد ناس كتير نيجي يستخدموا البرنامج. اما الاداه الاخيره اللي هي التكست دي، تقريبا بتتيح لك ان انت بتكتب على الصوره. انا مثلا هكتب دروس. تمام بالمنظر ده. هنا بتختار لون الكتابه ازرق مثلا. تمام. هنا بتختار حجم الخط. تمام. طيب هي المفروض تكون نزلت على على الصورة. تمام زي ما احنا شايفين هي نزلت فعلا على الصورة. بعد ما تكتب الكلمة اللي انت عايزها، انا مثلا هكتب كلمة دروس تقنية. تمام زي ما احنا شايفين، بعد ما بتكتب بتدوس على كلمة باكت فيل عشان تبدأ الصورة تنزل لك. طبعا بتقدر تغير اللون بتاعها من هنا اهو، خليها مثلا باللون ده واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين بتنزل بدون اي مشاكل. تمام. عايز تشيلها بتحدد عليها وبتدوس ديليت من الكيبورد، وبعدين بتدوس على كلير مثلا بيبدا يشيل لك الكتابه اللي موجوده على الصوره. اذا انا كده عدلت على الصوره، شلت الفلاش اللي موجود داخل العين. تمام. عملت تنعيم للبشره، شلت الحبوب. تمام زي ما احنا شايفين، وكمان بدأت أكتب على الصورة وشيلت الكتابة. طبعا برضو في حاجة مهمة، يعني ما تجيش تعمل تنعيم للبشرة وتخش على عين، العين طبعا هتبقى باين إن هي بهتانة. فأنت ممكن بعد ما تعمل تنعيم مثلا وعايز مثلا تظهر الشفايف أو العين، بتدوس على الشاربن وبتبدأ تمسح على العين عشان بحيث إن العين تبقى واضحة. تمام. وكمان الشفايف تبقى واضحة بشكل كويس، ما يبقاش باين إن أنت عامل تنعيم لكل الوش. طبعا بيبان في الحالة دي إن الصورة متعدلة. لو أنت عايز بقى تحفظ الصورة، بتيجي على فايل وبعدين بتعمل لها سيف أس. هحفظها مثلا على الديسكتوب بأي اسم مثلا واقول له سيف. تمام. هلاحظ ان الصوره اهي نزلت معايا. لو جينا شفنا دي بعد التعديل، هنفتح الصوره قبل التعديل برضه عشان نشوفها مع بعض. تمام. دي طبعا قبل التعديل ودي بعد التعديل، هنا قبل وهنا بعد. تمام. الصوره اللي على اليمين هي بعد التعديل، والصوره اللي قبل اللي على الشمال هي اللي قبل التعديل. طبعا فرق كبير جدا زي ما احنا شايفين في لون البشره، وكمان في الحبوب اللي احنا شلناها، وكمان في الفلاش اللي كان موجود داخل العين. طبعا برنامج جميل جدا يا جماعه. انا هكون رافق لك الثلاث صور دول عشان تقدر تجرب عليهم البرنامج. تمام. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط وتكون الناس استفادوا منه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.